This conference will now be recorded. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي على ازاي نعمل interpretation لل chest x-ray في عينين الجراحة. هو دي سكيل من السكيلز المهمة اللي المفروض اللي شغالين جراحة يكونوا عارفينها كويس. احنا by the end of the day ما احناش radiologists، بس ده very simple investigation ومحتاجين نعرف نعمله interpretation بطريقة كويسة، بالذات في حالات التروما وال acutely unwell patient. فهنبص على اكس راي زي دي. مثلا احنا عندنا اي حد ممكن يختار اي طريقة علشان ينتربريت الاكس راي، بس هو منصوح دايما ان لازم يكون في سيستم معين للانتربريتيشن بتاع التشيست اكس راي. طالما في سيستم هيستخدم، طالما مش هنمس اي حاجه مهمه، يعني كل واحد يبقى له السيستم اللي هو مقتنع بيه. يعني الناس في الاي تي اس مثلا والكريسب وبعض الكورسات بتادوبت السيستم بتاع الاي بي سي دي اي، وفي ناس بتتخيل السيستم بتاع الاي بي سي دي اي بكذا طريقه اصلا، وفي ناس يعني زي ما احنا اتعلمنا في الكلية او بعض الناس بتأدوبت السيستم اللي هو ابدأ من بره وخش جوه وكومنت على الاكس راي، ابدأ من السكين سبكوتينيوس بون بلورا لونج هارت ميديستاينم دايفرام والكلام ده. يعني في ناس بتعمل الطريقه دي، ناس بتعمل الناس اللي بتعمل اي بي سي دي، ودي اللي هنركز عليها النهارده شويه. بتبص على الاير واي، يعني لو بص هنا ده الاير واي، دي التراكيه، ولو بصيتوا هنا في الليفت مين برونكس اللي عنده خيال شويه هيشوفها، او اللي ركز في الصوره هيشوفها، ودي الرايت مين برونكس. ماشي، البي اللي هي البريزنج اللي هي اللونج فيلدز، واللونج فيلز بنبص فيها على كذا حاجة. أولا اللونج دي فيها برونكو فاسكولار ماركينجز طبيعية لغاية الآخر ولا لأ، ولا في بلاك حاجة جيت بلاك وبس، ترانسليوسنسي في حتة معينة تبين إن في هواء يعني، أو نوموثوركس، أو في أوباسيتيز. والأوباسيتيز نوعين، نوع هوموجينس ونوع باتشي. لو نوع هوموجينس ده في الغالب بيبقى مثلا فيوجن، أو لو في لوب معين يبقى ده نوع، يبقى ده نمونيا أو حتى بي إي مثلا، بس دي حاجة نادرة جدا لما نلاقي سيكتور في أوباسيتي. الحاجة اللي بعد كده دي اللونج فيلدز، يعني لو جيت بلاك ترانسليوسنسي او حاجه بلاك خالص يبقى ده نيومو. حاجه اوباسيتي باتشي يبقى ده زي نمونيا، او هوموجينس يبقى دي حاجه زي فيوجن او بلود. وبعد كده السي بنبص على الكاردياك شادو والميديستاينم، بنبص على الميديستاينم ده وايدند ولا لا، ونبص على الكاردياك شادو هل هو شيفتد ولا لا، هل هو كبير ولا لا، كبير عن اللزوم ولا لا يعني. ودي الديافرام، ودي حاجه مهمه جدا، وانا من الحاجات الظريفه في الاي بي سي دي ابروتش ان الديافرام له حرف لوحده عشان ما يتنساش. ان الديافرام بالنسبه لنا احنا في الجراحه حاجه مهمه جدا. بص على الديافرام، في الغالب الرايت كوبولا اعلى من الليفت كوبولا علشان الليفر هنا بيبقى زائق فوق شويه. من الحاجات المهمه جدا في الديافرام اللي بنبص عليها، هل في اير اند ديافرام ولا لا، في هواء هنا ولا لا، او ده حاجه بتدل على ان في نيومو بيرتونيوم. الحاجه الثانيه برضو في التروما، ان ممكن شويه ممكن نسسبكت ديافراجماتيك انجري، لو في ستومك ولا حاجة طالعة هنا ولا أي حاجة، أو الليفت كوبيلا أعلى من الرايت كوبيلا، دي حاجة تخلينا نشك لأن المفروض الرايت هي اللي أعلى. ونبص على الأنجلز دي لو أوبليتريتد ولا لأ، اللي هي الكوستوفرينيك أنجلز، دي تدل على إفيوجن أو هيموثوركس أو في حالات التروما. والإيه اللي هي بنقول عليها الإكسترا، الاكسترا اللي هي السوفت تيشوز، بنبص في سيرجيكال انفيزيما ولا لا، وبعد كده في اي لاينز او اي حاجه متركبه ولا لا، العام متركب له اندوتراكيال تيوب ولا لا، العام متركب له سنترال لاين ولا لا، العام محطوط له ليدز اي سي جي، ده يبين مثلا ان هو
كريتيكالي ان ويل العيان، في بيس ميكر في الهارت ولا لا، بنمشي على الريبس ريب ريب عشان نشوف في ريب فراكشرز ولا لا. كل الحاجات دي بتبقى في الاكسترا. في الحاجات المهمة قوي ما ننساهاش، ودي حاجة مهمة جدا بالفعل، في الاي بالإضافة لأن بنبص على الالاينمنت، بنبص على الادرس حاجة مثلا عشان برضو تبقى ايه، بنقول ادرس ادرس اللي هو هل الاكس راي دي بتاعة العين ده بالفعل ولا لأ، يعني بنبص مكتوب عليها اسم، وهل الاكس راي معمولة النهاردة ولا لأ. دي حاجة مهمة جدا، يعني ساعات كتير قوي بنبص على اكس رايز معمولة على العيانين بالذات في الكمبيوتر سيستمز معموله بقالها سنتين مثلا، وحاجه مش جديده، فدي بتبقى حاجه مضلله شويه. والحاجه التانيه برضو المهمه اللي هو في اخر ما ببص على الاكس راي لازم كومبير، هل الاكس راي دي شبه اخر اكس راي العيان عملها ولا لا. اتكلمنا عن موضوع الترندز والكومباريتورز دي في الفيديو التاني بتاعنا بتاع الاكيوتلي انوال بيشنت. يبقى اي ادريس الاينمنت اير واي، بي بريذنج لانج فيلز translucency versus opacity، الاوباسيتي هوموجينس versus باتشي، سي كاردياك شادو، ميديستاينم، دي دافرام، اي اكستراز ولاين. دي رسمة كده ظريفة عشان بس تخلينا نتخيل الاناتومي في الشيس اكس راي. انا مش هركز عليها قوي لان احنا مش يعني مش مطلوب مننا نركز قوي، بس مثلا حاجة هيجي ذكرها في وقت تاني في اكس راي من الاكس رايز التانية. تخيل لو انا حاطط سنتر لاين او بريفرلي انسرتد سنتر لاين، احب التب بتاعته تبقى فين؟ احب التب بتاعته تبقى هنا بصراحة. فساعات كتير بينادولنا يقولولنا بص على السنتر لاين ده ينفع استخدم ولا لا، او بص على البيك لاين او البريفرلي انسرتد سنترال كاثيتر دي ينفع استخدم ولا لا الفيدنج. فانا احب ان التيب بتاعت الكاستر بتاعت تبقى في السوبر فينا كافا. وزي ما انتم ملاحظين كده السوبر فينا كافا ده منطقته في الغالب حوالي، يعني هي اغلب الجايدنس في اغلب الاماكن بتقول 2 سنتي حوالين الرايت مين برونكس، فوقها شويه تحتها شويه يمينها شويه شمالها شويه. المهم ان مثلا الاسطره مش داخله من هنا وطلع لي هنا مثلا تغذي في الجاجولر او حاجه زي كده. فدي من الحاجات اللي بتبقى مهمه شويه في الصوره بتاعت الاناتومي دي. دي صوره اكس راي فيها لو هنبص ايه بي في ايه هنا باتشي اوباسيتي هنا، ده ايه ده في الغالب نمونيا. دي مفيش حاجة أوي، سي كويس، إكستراز طبعا إكس راي وحشة في الغالب معمولة في الآي سي يو، الهارت شادو كبير شوية فده في الغالب أنتروبسترو أنتروبستير مصورين من قدام لورا يعني فيو. المنظر ده منظر إيه برضو لو الناس تاخد بالها من الشادو بتاع التراكيا والرايت والليفت مين برونكس. البي لو نبص هنا مفيش برونكو فاسكولار ماركينجز خالص، فدي جيت بلاك اوباسيتي ده نيوموثوركس. السي معقول مفيش اي مشاكل شايفها، ميديستاينم وايد سنه بس برضو مفيش مشكله قوي شاكك كابسيتي. الدي دافرام مفيش حاجة تحت، الاكستراز هنمشي على الريبس كلها هنشوف في سيرجيكال في هنا حتة سيرجيكال امفيزيما، دي حاجة مهمة جدا. يعني حاجة نعرف يعني نطلعها بسهولة لو احنا ماشيين بسيستم. في حاجة تانية شايفها في العيادة؟ مفيش حاجة تانية أوي أنا شايفها في العيادة. برضو دي اكس راي تانية، منظر شهير جدا بتاع الاندر دافرام. طبعا المنظر ده ملوش اي معنى بعد ان يعني عامل لابروسكوبي مثلا تاني يوم عنده ابدومينال بين اعمل له اكس راي، ما المنظر ده هيبقى طبيعي يعني. يعني لازم ناخد الحاجه في الكونتكست بتاعها. لو ده عيان جاي طوارئ وعنده بروتونايتس يبقى دي مشكله، يبقى عنده باول انجري. لو ده عيان تاني يوم بعد لابروسكوبيك كوليسيستكتومي وانويل وعملت له المنظر ده انا ما استفدتش اي حاجه.
الا لو انا بعمل الاكس راي دي عشان اشوف في نيو اوباسيتيز في اللنج ولا لا، تشيست انفكشن. وفي الحاله دي السي تي ممكن تقول اعمل سي تي مش هعمل سي تي، بس برضو السي تي هيبان ايه؟ ما هيبان هوا وكولكشن. برضو الحاجه اللي بحب الناس تقعد تبص عليها الشادو بتاع التراكيا والليفت من برونكس والرايت من برونكس، اي بي سي دي، ده باين قوي around the diaphragm. المنظر ده منظر ال homogeneous opacity، ولو ده في الكونتكست بتاع التروما يبقى ده هيموثوركس ومحتاجين نتعامل معاه accordingly. هنتكلم عن التروما ان شاء الله في مرة تانية. من الحاجات الكتير قوي اللي بنسأل نعلق عليها الفيدنج تيوبس، محطوط له ان جي تيوب للفيدنج، وبنتسأل والله العيان ده ممكن نبدأ له فيدنج ولا لأ؟ منظر زي ده واضح طبعا محطوط لـ NG tube، والظريف الواضح إن هي لفة لفة كده في الـ right main bronchus ورايحة كده إيه مستقرة في الـ left main bronchus. بسم الله ما شاء الله، لو العيان ده طلبوا مننا نغذيه هنغذيه في اللنج، بالذات لو هو في الـ ICU. هو في الغالب في الـ ICU، إحنا شايفين اللاينز او يمكن التراكيال تيوب، مش متاكد مش واضحه قوي، بس دي حاجه خطيره جدا ان احنا بيطلب مننا ان احنا نعلق على الاكس راي بعد ما نحط فيدنج تيوبس عشان نطمن ان هي مش في اللنجز، بالذات العيانين اللي في الاي سي يو، لان في عيانين حصل ان هم خدوا فيدنج في اللنجز بتاعتهم وللاسف بتعمل مشاكل كبيره. ده منظر تاني لـ NG tube، بس دي تحت الديافرام، دي أكيد مش في اللنج، هي طالما تحت الديافرام أكيد مش في اللنج، بس بتطمن الـ NG tube تحت الديافرام، لو تحت الديافرام خلاص أمان نقدر نستخدمها. دي صورة غريبة شوية ممكن تكونوا مش شايفين قوي، بس ده عيان مركب peripherally inserted central line اللي هو PICC line، وطالبين مننا بيسألونا هل ممكن نبدأ التي بي ام بتاعه ولا لا، فلازم نتشيك البوزيشن بتاع الكاثيتر. فلو تخيلتوا معايا الكاثيتر متركبه في دراع العيان الشمال، فهي ماشيه هنا كده 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 كده، والتب بتاعها هنا. ولو تخيلتوا معايا الرايت مين برونكس التراكيه اهي، والليفت من برونكس هنا والرايت من برونكس هنا، فهي في المكان بتاع السوبير فينا كافا اللي احنا قلناه 2 سنتي اراوند الرايت من برونكس، فده مكان صح للفيدنج كاثيتر او السنترال لاين، وممكن نستخدمه للفيدنج. ودي كانت حاجة سريعة قوي ازاي نعلق على اكس رايز والحاجات اللي ممكن نطلعها من الاكس رايز طالما احنا ماشيين بسيستم معروف. وانا بقترح السيستم بتاع الـ ABCDE address alignment adequacy، هل الاكس راي دي adequate ولا لا، airway بنبص على الايرواي التراكيه والرايت والليفت من برونكس، وهل في انتراكيال تيوب ولا لا، بي lungs بنشوف في جيت بلاك translucency ولا لا، البرونكوفاسكولار مانكنز واصله لاخر الهيميثوركس ولا لا عشان اكسكلود نوموثوركس، بشوف الاوباسيتيز هل دي هوموجينس هل دي باتشي هل دي في لوب واحد بس، هشوف السي كاردياك شادو ميدياستاينم، هشوف الدي دافرام الكوبيولاز ليفت والرايت تحته هوا فوق هوا، بنشوف الاي الاكستراز، بنشوف كل البونز كل الريبس اي مين والسبكتينيوس تيشو والسكن في سيرجيكال انفيزيما ولا لا. الحاجات برضو اللي ممكن شويه اعرف اطلعها من اكس راي، مع انها برضو مش مستحب اطلعها من اكس راي ومستحب اعمل سي تي، النومو ميدياستاينم ممكن نلاقي فيه اير في الميدياستاينم، طبعا ما فيش هنا، دي حاجة يعني ممكن ألاقيها بالمرة يعني في الإكس راي بتاعتي. وهي دي كانت الطريقة السريعة جدا لإزاي ممكن نعلق على الإكس راي في الاسم بتاع الجراحة أو في عينين الجراحة. متشكرين جدا، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.